سيدنا موسى عليه السلام مر على شجرة ورقها خلاص قرب يقع، شجرة يابسة كده، فضربها بعصاه فنزل ورقها، فقال كلمة جميلة قوي: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط ذنوب العباد كما تتساقط أوراق هذه الشجرة. يا جماعة، خلي الباقيات الصالحات تنفض ذنوبك. والله كلنا مليانين ذنوب. قول الباقيات الصالحات، قولها كل يوم، وحس كده ان انت بتتنفض الذنوب عمالة بتتناثر وتشيل اثرها من على قلبك. خلي قسوة قلبك تمشي منه، ويجي مكانها ايه؟ يجي مكانها النور وانس بالله وذكر الله. حافظ على الباقيات الصالحات طول ما انت عايش.